في تعز لا تتوقف أصوات المدافع حتى في شهر رمضان. منذ عامين وأكثر والمدينة لا تزال تشهد مواجهات محتدمة في العديد من مناطقها. معارك الساعات الأخيرة في الجبهة الشرقية من المدينة شهدت هجوما شنه الجيش الوطني على مواقع الميليشيا في معسكر التشريفات القريب من القصر الجمهوري، حيث تمكن الجيش بعد مواجهات عنيفة من السيطرة على جامع القصر الجمهوري ومواقع أخرى. المواجهات أدت بحسب مصادر ميدانية إلى مقتل العديد من عناصر الميليشيا وأسر 4 آخرين وتدمير عدد من الآليات. وفي ريف المدينة أكدت مصادر ميدانية اندلاع اشتباكات عنيفة رافقها قصف مدفعي تركز في مناطق عسيلة والشبيبة والبراكين والنبيع التابعة لمديرية مقبنة. خسائر الميليشيا للعديد من المواقع على الأرض دفعها إلى تكثيف قصفها على الأحياء السكنية في المدينة في محاولة لتعويض انتكاساتها المستمرة. وعمدت الميليشيا مؤخرا إلى استهداف المدنيين في المدينة، الأمر الذي عده مراقبون مؤشرا على خسارتها للحرب والقيم معاً.